سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احوال جيده، كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف الف خير. اليوم بنتشارك معكم حلوه المورانغ تاع الكوك، كتجي زوينه وكتجي معلكه من الداخل، كتجي رائعه وبمقادير بسيطه، يعني بثلاثه المكونات كتجي زوينه. وكنتمنى باش تعجبكم، ونقول البنات الجدادات معايا مرحبا والف الف مرحبا. ندوزو ان شاء الله المقادير، نبداو على بركه الله. مهم بنات، نبداو ان شاء الله على بركه الله. عندي واحد نص زلافه ديال بياض البيض كيف ما شفتوا، وعندي زلافه عامره ديال السنيده. المهم غير هذيك الزلافه يعني كبيره على هذه، هذه صغيره. المهم الى عبرتوا بالكيس، درتو كاس عامر ديال بياض البيض، ديرو جوج كيسان ديال السنيده. ديما يكون تكون السنيده مضاعفه جوج خطرات على بياض البيض. ولا عبرنا بحال هكا، عبرنا بالميزان ولقينا 200 غرام ديال بياض البيض، ندير 400 غرام ديال السنيده. ديما السنيده تكون مضوبله على بياض البيض. المهم انا غنديرها هنا، يعني الى عندكم الطراب استعملوا الطراب، انا ما عنديش. المهم كنقضي بالعجينه، كانت خاصه ليا بقى ما خديتوش. المهم راني ناويه ناخذو ان شاء الله في القريب. صافي غادي نطلع هكا في العجانه حتى هكا دير ليا واحد الكسكوشه، ونبدا نضيف السنيده بشوي بشوي كيف ما شفتوا. انا دابا غنبدا نضيف هذيك السنيده بشوي بشوي. المهم عندي هاد السنيده مضوبله، بحال دابا عندي نص زلافه ديال بياض البيض، درت زلافه ديال السنيده. صافي غنبدا نضيف السنيده بشوي بشوي البنات، يعني غير بشوي بشوي حتى هكا طلع ليا ديك المورانغ وتولي ديك داك منقار العصفور. باش كتعرفي المورانغ راه نجحات، اولا تشدي هاد تشدي هكا هاد هذا ديال العجينه وتقلبها بحال هكا، ملي مت يعني ما طيحش لك الكريمه عرفي راه جاهزه 100%. اولا ملي دير لك داك منقار العصفور، المهم انا نوريكم. المهم بنات راه كتجي زوينه هاد المورين، كتجي زوينه ويعني ناجحه مليون في الميه. يعني غير تبعوا هاد التفاصيل وغتجيكم راه تجيكم غزاله وناجحه. يعني غير الكميه ديال بياض البيض، بحال دابا انا برت كاس ديال بياض البيض، غندير جوج كيسان ديال السنيده. صافي غنخليه هكا تطرب مزيان. كيف ما شفتو دابا راه طلعت. المهم غنخليها غير واحد شوي صافي، شوف شحال الساعة. صافي دابا راه جاهزة كيف ما شفتو، هذا هو بحال هكا منقار العصفور. يعني دابا راه يعني ناجحة المورانغ مليون في المية. هاكا البنات راني حاطة حلوة أولا نديرو لها هاكا راه مكطيحش، حاطة حلوة المصابان اللي كنستعمل فيها غير الصفار باللوز، ويعني بقى لي البياض وانا استعمل به هاد هكا هاد المورانغ، راه كتجي زوينه البنات. صافي غنحيد صافي، عندي هنا رابعه ديال الكوك، يعني خمسه البيضات في رابعه تاع الكوك، ولكن داك الكوك يكون ما يكونش داك الكوك الناشف، يكون داك الكوك الميدم. المهم كوك على حساب،
منين نشوفوها يعني خاصة الكوك، يعني خاصها ما تكونش قاسحة تاني بزاف وما تبقاش مرخوفة بزاف. صافي زدت هذاك الكوك كامل، المهم نزيد واحد شويه حتىش يعني ما قدتنيش. صافي راه كيف ما شفتوا زدت ليا رابعه كامله، وزدت واحد شوي نوريكم كيفاش كنت يعني خاصها تكون، ونبقاو ديما نهزوها هكا من الفوق لتحت وبمعلقه ديال الخشب باش ما طيحش لينا ديك المورينغ. صافي نجيب واحد البوش هكا نعمرو ونبدا نخرج البريدات، يعني راه ساهله هادي، ما خدتش مني الوقت بزاف غير هكا شي شمس ساعة وتكونوا شاعلين الفران، يعني تشعلوا الفوق والتحت حتى يسخن مزيان، ولكن مني تدخلوا الحلوة تخلوه شمعة، يعني خاصها تبقى بيضة هكا. ونخرج هاد نخرج هكا وريدات ساهلين بالبوش، عرفتي هاد الحلوة راه كتجي غزالة. شتو كتجي فنة هكا، منين ساهلين نزينها بالعقيق الخاص بالحلوة، ندير هكا عقيقات من الفوق، يا يعني اما فضيين يعني لون واحد او ملونين، المهم انا حاضر عندي هذوك عقيق هكا ملون هو اللي غادي نستعمل. نكمل ان شاء الله ونرجع معكم. صافي البنات انا من بعد ما كملت كيف ما شفتوا راه كتخرج كميه زوينه. صافي غنبدا بحال هكا ندير هاد ندير عقيقات من الفوق، وكيف ما قلت لكم الا بغيتوا طيبوها في الدار تسخنوا الفران وتنقصوا من ديروا الطاوه في الفران، تنقصوا النار مهيله ميته يعني نار ناقصه بزاف وتخلوها حتى تنشف. المهم انايا غادي ندير الفران انا ما طيب ونوري لكم ان شاء الله. المهم بنات هي هذه الحلوه ديالنا من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل، كنتمنى باش تعجبكم ونفتح لكم وحيده ونوريكم كيفاش كتجي، يعني راه كتجي رائعه. كتجي زوينه يعني كتستاهل التجربه، وكنتمنى الى جربتوها وعجبتكم تخلوها ليا في التعاليق. نبغي نقول لكم مرحبا مرحبا وسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد، خليت لكم الراحه.